الفضاء صفاء. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد دائما في قناتكم فضاء صفاء. الفيديو ديال اليوم هو فيديو مميز جدا بالنسبة لي وعنده خصوصية، لأن الفيديو ديال اليوم معايا حماتي اللي هي عجوزتي. أنا تنقول لكم عجوزتي باش نشرح لكم صلة القرابة، ولكن أنا ما تنقولش كلمة حماتي فأنا تنقول لها ماما. أنا سعيدة اليوم نستضيف ماما معايا في الفيديو ونخليها تقول لكم واحد الكلمة، لأنها متابعة الفيديوهات حتى هي ومتشوقة باش تهضر مع متتبعاتي. السلام عليكم. انا يسعدني ان اتعرف عليكم كلكم، علشان صفاء دي عزيزه عندي قوي، اعز من بناتي. ربنا يخليك. النهارده هتسمعوا مغربي ومصري، فخلوا بالكم. فبعمل لكم دلوقتي طبق رز بلبن بالطريقه المصريه. المقادير يعني تنظن ان كلكم تتفهموا المصريه. فماما اليوم غادي دير لنا واحد الديسير مصري معروف تنسمعوه وتنسمع عليه بزاف، اللي هو الرز باللبن. وغادي ندوزو مباشره باش نقدموا لكم المقادير، وفي اثناء التحضير غادي ندردشوا معكم، وان شاء الله يكون فيديو ممتع بالنسبه لكم. اذا قولي بقى المقادير. اقول انا عادي، ما فيش مشكله، ما فيش فرق. اوكي، عندنا 4 كوبايات ميه، مش كده؟ ايوه. عندنا 4 كيسان ديال الماء، عندنا كاس ونص ديال السكر، كوبايه ونص سكر خشن، عندنا كوبايتين رز مغسول ومتصفي زي ما انتم شايفين، يعني 2 كيسان الرز غسلناهم مزيان وصفيناهم في الصفايه، هما هادو. وعندنا الحليب عادي بارد، عندنا 3 كيسان ديال الحليب. اذا نعيد، عندي 4 كيسان ديال الماء، كاس ونص السكر، 2 كيسان الرز مغسول ومصفي، و3 كيسان ديال الحليب بارد. عندي شويه اللوز، هذا للتزيين وتيبقى اختياري، فممكن زبيب، كوز هند، اي حاجه، اي موجوده عندك، فستق، اي حاجه على ممكن ما نزينوش الوجه كاعية كمان، بس بيدي شكل اجمل وطعم حلو، بيدي طعم. اي نوع مكسرات متواجد؟ مكسرات، زبيب، اي حاجه. وبالنسبه للنكهه فكاينه الفانيلا وماء الزهر، تيبقى اختياري. حنا اختارينا نكهو الرز باللبن ديالنا بالفانيلا وبماء الزهر، ان شاء الله غادي تعجبكم الطريقه، وراها سهله وبسيطه. غادي ندوزو دابا. إذا اوكي، دلوقتي يا ماما الميه غليت بنسقه الرز في الميه، في الميه ما حطيناش فيها لا زيت ولا اي حاجه. بنحط الرز بعد ما غسل ونشف. شفتوا الماء غلا، درنا فيه الرز، صافي. نحتاج نحركه؟ لا ابغى انا وحركي. انت عايزه تعملي الوصفه وانا اللي اشتغل؟ ما انا عايزه شهرتك انت. انا مش ما فيش حاجه، احط الغطا خلاص. كده حطينا الرز مع الميه وتركناه لما يستوي، خد بالك، ونكمل وبعد كده نكمل خلاص. كي شفتوا الرز احنا درناه، غادي نخليوه يغلي. شو احنا نقرقش ليبي ولا نعمل حاجه؟ نمشيو نقرقش شويه، ننتظر شوي، ننتظر على ما يستوي. على ما يستوي خلاص نخليوه يطيب ونرجع نكملوا معكم طريقه التحضير. وبعد ما بيستوي بنضيف له السكر ولا يعني كل ده ما يستوي نعرفهم خطوه بخطوه. ان شاء الله هتاكلوا وجبه ممتازه. يلا اوعي تحرقين. هو دابا الرز ديالنا راه طاب، كده استوى الرز. قلتي لي على الرز تيبقى على حسب نوع الرز ياك؟ عادي يعني، لو احتاج شويه ميه بتضيفهم له عادي، ما فيش مشكله. يعني الرز، يعني هذا الرز اللي درناه هو الرز العادي، او انا درت الرز المصري ماشي البسمتي، لان البسمتي تياخذ شويه الوقت. المهم حسب الرز، اذا كان الرز ديالك تياخذ الوقت، اذا لقيتيه نشف ومازال ما طاب ممكن تزيدي له الماء، يعني تيبقى عينك ميزان. حطيناه على النار لما استوى، بنضيف له السكر ونضيف له اللبن ونحطه على النار يغلي ونفرمه في الخلاط. نبغى نديرو الكاس وبعدها نضيفه ثاني على بعد ما نفرمه، بنضيفه يغلي يتسبك يعني. يختار. دابا غادي نزيدو الحليب اللي قلنا 3 الكيسان، 3 كوبايات لبن. يس. اوكي، يلا تعملي انت ولا انا؟ حط السكر. يس يا هكا. ايوا كده حطينا اللبن. نضيف السكر.
كده بنقلبه بقى كويس ونهدله النار ونسيبه يغلي. بعد كده بنفرمه في الخلاط. شحال الوقت؟ غلوه غلوتين مش كتير؟ لا مش كتير. دابا نرجعوه فوق النار يغلي واحد جوج غليات هكا ياك، باش الحليب يغلي معاه، ومن بعد غادي نديروه في الخلاط الكهربائي ونخلطوه ونرجعوا نكملوا. النكهه بنعملها بعد ما يتفرم مش كده؟ بعد ما بننزل على هنا كاين الناس اللي تيديروا النشا، انا شفت وصفات فيهم النشا، ولكن هو النشا تيقصحوا لانه هو الرز اصلا نشويات، فالماء ديال الرز كافي باش تيجيب الرز باللبن، ماشي عاقد وماشي جاري. يعني حنا ما غنديروش النشا في هذه الوصفه. ياك دابا ودابا من بعد ما طحنا الرز ديالنا في الخلاط كيف ما تتشوفوا، حنرجعوا الحله ثاني يغلي، وبعد كده بنحطه في الكاسات. شفتوا باش تيتطحن راه تيتقالب بوحدو، يعني ما تيحتاجش لا النشا لا والو. نزلي بقى بالمعلقه دابا في الكميه. دلوقتي حطيته في هنا. ايوه يغلي وبعد كده بننزله ونصبه في الكاسات. والنكهه نديرو تحطيها فيها دلوقتي او وانت بتاعها ما بتفرقش. انا ندير الزهر كيف قلنا على حسب الطوق. انا تيعجبني بزاف الطيبه ديال الزهر. وشويه ديال الفانيلا. خلاص ما كفايه واحد بقى. ما عملش الفانيلا؟ هي الفانيليا حلوة حط يلا. وقولي ده انت صاحبة الوصفة. هاتي روايح دمي مش يعني النكهات ما بت ايوه ما بتتحسبش، يعني اللي عندك موجود بتعمليه بس. طيب ولكن خصك انت اللي تديري مش يعني عشان ما يبوش يقولوا لا لو الوصفة باظت يدوروا عليك انت، انا ماليش دخل. يجيبوني من مصر. يجيبوكي من مصر. انا بس مستضيفاكي. لا قولي لهم يطمنوا هياكلوا رز بلبن ما حصلش. يلا بالطريقه المصريه بسرعه ابتدى يلا. معاك حق بجد تقل قوي كانه في نشا. ايوه ما هو نشا. مش الرز ماده نشويه؟ ايوه طبعا. لان انا كنت بشوف في التلفزيون وصفات كتيره ويقولوا معلقتين نشا، ده كده هيجي. لا نشا لو انت مش عامله برز. ما هم بيبرز وبيعملوا نشا. لا غلط. ممكن وممكن يقللوا كميه الرز لو عايزه تضيفي نشا، فبتقللي كميه الرز فبيبقى متخلفه. هو اعتقد برضه في ناس بتعمل الرز بلبن بس ما تحبش تفرم الرز، فيمكن النشا لو الرز سليم لانه لما بيتفرم بيعدل نفسه طول. بس لو فضل سليم ممكن يبقى يسرد ميه كده. يعملوا النشا يلم اللبن. لا ده كده شكله حتى يدي شكل جميل. بنشهر كفايه عليه كده؟ علي شويه يغلي بس. علي النار؟ هنخليوه يغلي واحد دقيقتين ثلاثة. بس ثلاث دقايق كده نسيت انا راسي. هنخليوه يغلي واحد ثلاثة ديال الدقايق وغادي نرجعوه باش نقدمو الرز باللبن. نقلبو برضو كده مع الغليان ونصبو في الكاسات. تنبقاو تنحركوه مزيان باش لانه تيبدا تيلصق شوية تنظن. تيكون محتاج التحريك. وغادي نقدموه تقديم فين ما بغيتو، يا كاسات يا زلايف على حسب. في أي مناسبة بتقدميه بيبقى. وفي الأعياد. في أي مناسبة، أنا بقول في أي مناسبة. وبيتقدم بارد؟ ما هو حلو ما يتقدمش سخن.
من بعد 3 دقائق طفينا عليه وغادي ندوزو للتقديم. والان من بعد ما غلى الرز ديالنا غادي ندوزو للتقديم، التقديم في كاسات او اي حسب لا بغينا نعطيوه شكل عصري فنقدموه في كاسات بهذا الشكل خصوصا للضيوف، بغينا نهر في الدار فممكن نديروه في السلايف للبيت في الطبق في اي حاجه بتحبي انت تستعمليها يعني. خلاص نغرف على بركة على بركه. كتشوفوا هذه الكميه هي عطاتني هاد الكويسات اللي بهذا الشكل، ومازال فايضلي اللي فايضلي غادي نديرو في هادو. انا شوف كي شفتوا هادو ساليناهم، هادو غنديروا عليهم جوز الهند اللي هو الكوك. هكا ماما كده كفايه حط كمان شويه حلو بيديله طعم جميل. ورش على الثاني ده برضه وزبيب اي حاجه الحاجات هو نظام التزيين بتاعه زي نظام المهلبيه زي المهلبيه يعني. اي حاجه عندك تعملها انتم. المهم راه هاد الكميه تبارك الله عطات بزاف. الا كنتو عدد قليل الافراد ديروا غير كاس الرز ونصف المقادير حيت تبارك الله شوفوا شحال حط وهو مازال واحد شويه. انا شغاله هو ما تبقيش في الاخر تقولي انت اللي عملتي. انت الخير والبركه استبينا. كيف تشوفوها احنا درناها في الاطباق، غادي نديروه يبرد في الثلاجه مزيان ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي. ومن بعد ما كملنا الرز باللبن ديالنا درناه في الثلاجه، الان ها هو برد وهذا هو الشكل النهائي ديالو. شكرا لمتابعتكم هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، و الى عجبكم ما تنساوش تخليو لنا اكبر عدد من اللايكات وتخليو لنا تعليقاتكم اللي اكيد تتهمني وتتهمني بزاف. تبغي ماما تقولي شي حاجه؟ ان شاء الله تعجبهم ونشكرهم على حسن المتابعه. اها واحنا لو عجبتكم قولوا لنا الراي واحنا في الخدمه. لو عجبتهم نعمل وصفات تانية. نعمل وصفات تانية وتالتة ورابعة. يلا الحاجة شادة حيلها هو المصرية عشان خاطر صاصة حبيبتي. ربنا يخليك يا ماما، وانا سعيدة بالفيديو ده. انا انسانة بمعنى الكلمة يعني. ربنا يخليك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب تعجبهم. ان شاء الله تعجبك على ذوق جميل كده ونجدده مره واثنين وثلاثه ان شاء الله. وشكرا على المتابعه.